حقوق الناس، نحن أيضا لنا حقوق، لنا حقوق، فأن لا يجرح، أن لا تجرح شعورنا، ولا تؤذى قيمنا، إحنا من حقنا كده. وأتصور زي ما قلت في الكلمة إن إذا كان من حق الناس إنها تعبر عما يقول في خواطرها، فأتصور أن هذا الأمر يقف عندما يصل الأمر أنك تجرح مشاعر أكثر من مليار ونص، أكثر من مليار ونص. الحقيقة الأمر بيتطلب منا جميعا نحن نتوقف ونتدبر الأمور اللي احنا بنتكلم فيها ديت. أنا لا أوجه أي كلمة إساءة أو يعني لوم لأحد، ولكن بقول إن الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا. أنا مش بتكلم على مصر بس، أنا بتكلم على مصر وعلى الدنيا كلها. من فضلكم يعني كفى إيذاء لنا، كفى إيذاء لنا. على الجانب الآخر عايز أقول للناس كل المسلمين لو كان ليا ان هم اقول لهم كلمه يسمعوها، اذا كنت بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح فتأدب بأدبه، وتخلق بخلقه.